ما معنى قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله في الآية الأخرى تبيانا لكل شيء؟ وهل نواجه بذلك من يقول إن في العلم الحديث والكشوفات ما ليس في القرآن؟ كيف الجمع بين هذا وذاك؟ جزاكم الله خيرا. أما قوله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، قالوا هذا هو اللوح المحفوظ، أن كل شيء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ما جرى وما يجري الله أكبر. فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو الكتاب العظيم العام الله أكبر. الشامل الذي كتبت فيه مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. لا إله إلا الله. والآية الأخرى، تبيانا لكل شيء. نعم، القرآن تبيان لكل شيء مما يحتاجه الناس في أمور عباداتهم وعقائدهم، فما ترك شيئا يحتاجه الناس في أمور عباداتهم وعقائدهم ومعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم إلا وبينه القرآن، وإلى جانبه السنة النبوية، لأنها تفسر القرآن وتوضحه. أما أمور الدنيا والحرف والصناعات فهذه يدركها الناس بتجاربهم وبمداركهم، إنما الكلام على الأمور التي لا يدركها الناس بعقولهم ومداركهم، أمور العقيدة، أمور العبادات، أمور المعاملات الحلال منها والحرام، أمور الأنكحة، أمور الآداب والأخلاق، ما يرضاه الله منها وما ما لا يرضاه الله منها وما لا يرضاه، هذا لا يدركه الناس إلا بالوحي، بالوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالقرآن وببيان الرسول صلى الله عليه وسلم.